السلام عليكم. هذه المرة بغيت نبارطاجي معكم اون سلطة فروي سهلة وبسيطة بزاف كنديرها في الدار. انا هنايا درت التفاح، بنان، فريز، كيوي. يمكنك تستعملي اي فروي عندك في الدار. صراحة الاساسي كيكون هو التفاح والبنان، ما باقي انت باختيارك. كندير 2 معالق كبار ديال الياغورت، حتى الرايب كيجي زوين. قطعت هنايا التمر طرافي وغنعصر عليهم ليمونه. هادشي كامل غنخلطو، دونك لي فخوي مقطعين والياغورت والتمر وغنعصر عليهم ليمونه، وفي الاخر نرجع نوريكم. من بعد ما خلطت لي فخوي مع الليمون والياغورت والتمر كنقدمهم، وصراحه كتجي سهله بزاف. يمكنك تزينيها بالتمر نيت مقطع، لوز، مهرمش، زبيب. انا هنا زينتها بشويه ديال الكورن فليكس بلي شوكولا. نتمنى تكون عجبتكم، وحتى المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.